معكم ابتهال مبارك من بورصة نيويورك لتقديم تقرير الـ NYHB اليومي ليوم الجمعة 16 من أغسطس عام 2013. الأسواق الأمريكية تنخفض اليوم أيضا لليوم الثالث على التوالي، مؤشر الـ S&P في أسوأ أداء أسبوعي له منذ بداية العام. نشر تقرير يقول اليوم أن الاستهلاك المحلي قد انخفض في شهر أغسطس، ويأتي انخفاض الأسواق اليوم بعد يومين من الخسائر العالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسبوعي ثاني في وول ستريت. نبدأ بمؤشر الداون جونز الذي ينخفض بنسبة 0.09%، الناسداك منخفضا بنسبة 0.18%، والإس إم بي ينخفض بنسبة 0.24%. تراجع انفاق المستهلكين خطوة إلى الخلف في أغسطس بعد أن وصل مستويات قياسية في مرحلة ما بعد الركود وفقا لتقرير نشر اليوم، حيث أشار مؤشر جامعة ميشيغان بالتعاون مع وكالة رويترز إلى أن الاستهلاك المحلي انخفض ليصل في شهر أغسطس 80 مقابل 85.1 في شهر يوليو. نصل لأسعار النفط الذي ينخفض اليوم بنسبة 0.22% ليصل سعر البرميل إلى 107 دولارات و20 سنتا. وأخيرا الدولار ينخفض أمام اليورو اليوم.